بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله اليوم المحاضرة الثانية من الكورس الثاني هي الماكرو نيوتريشن. احنا سابقا درسنا النيوتريشن وعرفنا شنو فوائدها وشنو الانوتر ريليتد والبنيون نيوتريشن وشنو فائدتها باللايف سبان. بالسلايد الاخير كان كلش مهم، وعرفنا انه الكاتيجوري مال النيوتريشن هي عبارة عن تو تايب، هي عبارة عن الماكرو والمايكرو نيوتريشن. واليوم راح نتعرف عن شنو هي الماكرو نيوتريشن. راح تأدينا إلى هاي نقاط ثلاثة مهمة. شنو السبب إذا أخذنا intake inadequate of a nutrient؟ What lead to؟ إيش راح تسوينا؟ Or maybe نجيبها بلانكات، Or maybe نجيبها عدد. أول شيء راح تسبب لنا low energy. طبعًا إحنا أساس النيوترينت تجهزنا بالطاقة، اللي لو الطاقة ما كانت تحركت كل أعضاء جسمنا وما أدينا تأدي الورك بشكل صحيح، فتعطينا low energy. سوينا chronic disease، أمراض مزمنة. Serious health condition، ظروف صحية خطيرة. إذا هذا كله إذا كان عندنا النقص الغذائي، وراح نشوف هسه شنو مساوئ النقص الغذائي سواء بالماكرو أو بالمايكرو وإتسترا. فلازم أن نفهم the differentiation of nutrients in the food وشنو فائدتها للجسم. The nutrients your body need to promote growth and development and regulate body processes. إذن هاي نقطة جدا مهمة. ليش البادي نيد تو نيوترينت؟ خب نعيش بدون نيوترينت، مو شرط إلا نتغذى وإلا غذاء صحي والغذاء يكون بدرجة صحية للجسم، يعني مو أي غذاء كان، مو به سكريات عالية. ليش؟ لأنه هو بروموت جروث، راح يعزز لنا النمو. نقاط هاي مهمة وكرر مهمة، وأثناء ما نعطي المحاضرة لازم النوت بيديك وتسجل كل الملاحظات اللي دا أطرحها أثناء المحاضرة. إذا يفيدنا بأنه promote growth، development التطور اللي يصير بالجسم، و regulate the body process وينظم عمليات الجسم المختلفة. راح نقسمها إلى قسمين مثل ما قلنا، macronutrient والmicronutrient. إذا عرفنا إذا أخذنا inadequate nutrients شو راح نسوي لنا؟ الثلاث نقاط الأساسية اللي هي low energy، chronic disease، و تسوي لنا inflammation للجسم. ولكن إذا أخذنا هاي النيوترينت، هو ليش الجسم يحتاج إلى هاي النيوترينت؟ للبروموت جروث، للديفلوبمنت، ريجوليت أوف البادي بروسيس. فلازم نفرق إذا كان قليل إيش السبب، وإذا كانت هي أساسية ليش يحتاج الجسم. الماكرونيوترينت، what is أو definition of macronutrient؟ الماكرونيوترينت هي our nutrient يحتاجها الجسم، بس يحتاجها بشنو؟ in large amount. إذن هي our nutrient. The body need a macronutrient in large amount. يعني مو شرط إلا تقول لي your body need in large. لا، أي body، any body يحتاج macronutrient in large amount. There are three type. هي ثلاث أنواع. يعني شوف أنا دا أعرف لك إياها بطريقة تختلف عن موضوع المحاضرة، مهم أنت تعرف ليها بطريقة صحيحة. إذا هي nutrient need your body in large amount. There are three type: carbohydrate, protein, and the fat. وراح نشوف ايضا بعدين بالمحاضره يعتبرون الووتر ايضا من الماكرونيوترينت، باعتبار احنا ما نقدر نستغنى عن المي نهائيا في حياتنا. هذه الماكرونيوترينت بروفايد ذا بودي فور انرجي، اما اسميها انرجي او كالوريز سعرات حراريه. بينما المايكرونيوترينت نيد يور بودي ان سمولر اماونت، وهي الفيتامين اند المينيرالز. طبعا انا ما راح ادخل لكم بالمايكرو لان راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضره القادمه، بس نعطي يعني فد فحوه بسيطه عنهم. مثل ما قلنا احنا نحتاج وي نيد الماكرو نيوترينت تو هيلب حتى تجهزنا بروفايد انرجي. لعد بشنو نحتاج المايكرو نيوترينت؟ خوب اضل بس على الماكرو، شنو احتاج المايكرو نيوترينت؟ وي ار نيد الماكرو، اعيد، وي ار نيد الماكرو نيوترينت تو بروفايد انرجي. And the micronutrient help our body be health and it digests those macronutrients. إذا المايكرونيوترينت تحتاجها بالإنرجي، والمايكرونيوترينت هي نحتاجها بالhelp our body، تساعد الجسم as health صحيا يكون، لأن بدون الفيتامين والمينيرالز إحنا ما نقدر نكون صحيين، وتهضم لنا هذه المايكرونيوترينت الموجودة. نقطتين مهمة.
هاي من الريد نجمع بعدين بين المايكرو والماكرو. زين طبعا حسب الـ World Health Organization هذه الماكرو نيوترينت هي مهمة أيضا جدا بأمور الحياة، هي تعطينا منع عن الديزيز بريفنتيشن، مهمة للجروث، مهمة للجود هيلث. إذا أقول يعني شنو أهمية الماكرو نيوترينت according to الـ World Health Organization، أهميتها طبقا إلى ما قالتها منظمة الصحة العالمية، أهميتها أولا مهم إنه الـ prevention disease تفيدنا بالـ growth وتفيدنا بالـ gut health. طبعاً working together macro and micronutrient provide your body from any disease and produce or provide your body the health. فهسه راح نشوف الـ rules وأهمية الـ function بالنسبة للـ macronutrient، إحنا راح نشرحها الـ discuss below. رح نجي على الماكرو نيوترينت مثل ما قلنا نحتاجها large quantity large amount، قلنا هي عبارة عن كربوهيدرات فات بروتين، وأيضا بعض المصادر قالوا الووتر باعتبار الووتر هو من المواد المهمة جدا اللي يحتاج الجسم وما نقدر نستغني عنهم. طبعا الماكرو نيوترينت except الووتر، يعني الماكرو نيوترينت أقصد بها الكربوهيدرات والفات والبروتين ما عدا الووتر، أقدر أسميهم ذولا الثلاثة energy providing nutrient، يعني الكربوهيدرات والفات والبروتين هي تجهزنا بالإنيرجي، لكن الووتر أنا مالي دخل به، هذا فحوى آخر أو فرع آخر من فروع برانش آخر من فروع الماكرو. الإنيرجي أقيسها بالكالوريز وهي مهمة للجسم. ليش؟ يعني أنا ليش أحتاج الإنيرجي للجسم؟ خلكم بدون إنيرجي، لا نقطة مهمة، الإنيرجي is very essential for the body to grow repair عمليات الإصلاح develop a new tissue تطور أنسجة جديدة conduct nerve impulses نقل النبضات العصبية وregulate life process وتنظيم عمليات الحياة. فإذا هذه النقاط تقريبا خمسة هي راح توفر لي إياها الإنيرجي، بدون هذه الإنيرجي ما راح أقدر لا grow لا repair لا develop a new tissue etc. فراح نشوف هذا الدايجرام يبين ان المين جروب الاسينشال فور الماكرو نيوترينت اللي هي البروتين الكربوهيدرات الفات الووتر. راح نبدي بالماكرو نيوترينت اللي هي مقلنا هاي العناصر الثلاثه قدامنا دا نشوفها من الكربوهيدرات من البروتين من الفات، وهي دائما بكل سلايد دنعيت انه هي تزوجنا بالانرجي. إضافة إلى ذلك لازم نذكر بأنه الغذاء يحتوي على different type of macronutrients. أول مرة رح نبدي بالكربوهيدرات. الكربوهيدرات نركز على كل شيء. نركز على كل شيء. كربوهيدرات أقصد بها sugars, starch, نشا, fibers الألياف. الألياف اللي أقصد بها مو أي ألياف. أكو ألياف موجودة بالفروت الفواكه بالgrains الحبوب بالvegetables بالخضروات. هي كلش important very important source of quick energy. الكربوهيدرات من المصادر الأساسية والرئيسية من جماعة الماكرو نيوترينت تزودنا بالطاقة، على رأس القمة نزود بالطاقة الكربوهيدرات رغم فائدتها ترى إذا زيدنا بها بها مضار هواية رح نشوف هسه. زي ليش هي على القمة؟ يعني لو نرسم مثلث قمة المثلث هي ليش؟ because انتبه على because they are easily broken down into glucose which the muscle and the brain use to function. إذن لأنه الكربوهيدرات بسهولة راح تتكسر المن للكلوكوز. الكلوكوز هو مهم لوظيفة كل من المسل and the brain. نقطة جدا مهمة. إذن why الكربوهيدرات is important source of quick energy أو is important source for energy because they are easily broken down into glucose which the muscle and the brain need these for or use these for a function. من شوف كلمة carbs يعني أقصد بها الكربوهيدرات. الكاربس طبعا موجود بالفود اللي هو الفيجتابل مثل ما قلنا قبل قليل، وموجود أيضا بالفروت بالجرينز، بس أكو عندنا unhealthy food. لو نتذكر بالمحاضرة الأولى قلنا أكو healthy و unhealthy. الكربوهيدرات اللي موجود بالunhealthy food هي شنو هي الunhealthy food أقصد بها؟ كيكس دونات
هذه تعطينا سايد افكت للجسم. يعني الكيك والدونات كثره اكلها راح تسوي لنا عندنا الاوبيسيتي السمنه وراح تؤدي الى مضار ومساوئ اخرى. لازم اميز بين تو تايب must be distinguished between two type of carbs اللي هي simple carb and complex carbohydrate. شلون راح اميز difference between them؟ شيء مهم جدا اميز بين دول الاثنين عن طريق الكيميكال ستراكشر، عن طريق التركيب الكيميائي. هذا التركيب which affected how quickly the sugar is absorbed by the body. يعني السيمبل والكومبلكس افرق بيناتهم بالتركيب الكيميائي. هذا التركيب الكيميائي هو اللي وظيفته انه بسرعه راح يحطوا منا الشوجر وراح يمتصها الجسم. ف من هي راح تحطم اسرع، من هي راح تحلل الطاقه اسرع، من هي هذه راح يمتصها الجسم راح افرق بعدين حتى اعرف من هي المهمه والمفيده اكثر من اللخ، من اللي يسموها باد من اللي يسموها جود. هسه راح نعرف. إذا مثل ما قلنا أكو distinguish two type of carbohydrate simple and complex can be distinguished between them by chemical structure which affected تأثر how quickly the sugar is absorbed by the body. هو شنو السرعة اللي راح أقدر إنه sugar راح أمتصه بواسطة الجسم. من يبيهم أسرع من الأخرى. simple يسموها bad carbs والcomplex يسموها good carbs. why هاي يسموها bad why هاي يسموها good. قبل شوية قلنا تعتمد على how quickly the sugar is absorbed by the body. إذا أجيب لك سؤال أقول لك how can distinguish between a simple and a complex carbohydrate تقول لي can be distinguished between them by chemical structure وتكمل لي وياها which affected how quickly sugar is absorbed by the body. هنا أوكي زين. Why is simple carbohydrate called why simple carbohydrate is called bad or why complex carbohydrate is called good? Why bad? Because اقول له the reason sugar faster راح تحلل السكر بسرعه. ليش راح تحلل السكر بسرعه؟ because they are made with the process and refined sugar. انتبهوا كلش نقطة مهمة. And do not contain any vitamin, minerals or fibers. أعيد. Simple carbs يسموها bad. ليش تسمى bad؟ تسمى bad من قلت لك فرق لي distinguish بين simple والcomplex. على شنو أني distinguish؟ تقول لي عن طريق الchemical structure. كملي which affected how quickly the sugar is absorbed by the body. هاي انتهينا من هالنقطة. زين why simple carb is called bad and why complex carb is good carbs. why a simple carb اسمي bad لأنه release energy faster and also are made with the processed and refined sugar. لأنه simple carbohydrate يتكون من السكر المتكرر أو المعالج. هذا شنو هو السكر المكرر أو المعالج راح تسألني؟ سكر هو شنو هو سكر مكرر أو معالج؟ السكر المكرر أو معالج إن نعرف الفاكهة تحتوي على سكر يسموه الفركتوز، الحليب يحتوي على سكر يسموه اللاكتوز. بس هذا السكر المعالج أو المكرر يسموه سكروز اللي موجود بالحلويات، بالشرابات أو العصائر الحلوة الصناعية، اللي موجود بالصودا، اللي موجود بالمشروبات الغازية، بالكجب، بالأطعمة الجاهزة الأخرى المصنعة. هذا السكروز راح يسوي لنا side effect for your body. يعني شو يسوي لنا؟ يسوي لنا ضعف بالإميون سيستم، يسوي لنا مرض السكري، يسوي لنا increase بالكوليسترول and lipid in the blood، زيادة نسبة الكوليسترول والدهن بالبلد، يسبب لنا causes cancer disease أمراض السرطان، يسبب لنا أمراض أخرى مثل حب الشباب، يسبب لنا erosion for teeth بالأخص الأطفال كثر ما يأكلون السكريات تشوف عندنا تآكل أو تنخرات بالأسنان، يسبب لنا obesity السمنة. هذا السكر اللي موجود بالسيمبل كاربوهيدرات. فإذا شو ما يعتبر باد؟ إذا بيسكرات شو ما هو باد؟ ركزوا وياي على هاي النقطة جدا واكتب كل كلمة قلتها.
ايضا اضافه للمسوى الثاني اللي به هذا السمبل، مو بس به هو سكروز اللي هو يسموه البروسيس اند ريفايند شوجر. البروسيس اند ريفايند شوجر يعني شنو معناها؟ السكريات المكرره والمعالجه يسموها يعني سكروز، معناها جور جواها خطين احمر قولها السكروز يعني. زين، حتى اذا تكتب لي بالامتحان بروسيس اند ريفايند شوجر ويمها بين قوسين سكروز اقول لك فيري جود. ايضا اضافه الى مساوئها انه ما بها لا فيتامينات لا مينيرالز لا فايبرز، فلذا سميتها باد. بس الكومبلكس اللي هي جود هي البروسيس، العمليه مال تسويها تحرر الطاقه مور سلولي، كلش بطيئه على كيفها، اند افورد وذ فاريوس نيوترنت، وتحتوي على مغذيات او تغذيه منوعه تفيد للجسم وتزوده بالطاقه. طبعا نسينا نقول ملاحظه ثانيه، اذا اقول لك ديفرنتيشن بين السمبل كارب اند الكومبلكس كارب تقول لي يختلفون اول شيء بجدول سوليا على الكيميكال ستراكشر، وقلنا ويا الكيميكال ستراكشر اشرح وش راح اكمل. واضافه الى ذلك تقول لي السمبل كارب اسميه باد، وايل الناحيه الثانيه الكومبلكس يسموه كود جود، وتشرح لي ليش السمبل كارب يسموه باد وليش ذاك يسموه جود بالتفصيل اللي شرحناه. كل الشغلات تعدد لي اياها كلها بالضبط. اضافه الى هذا تدخل لي الفحم مال هذا الجدول اللي موجود هسه هنا عندي اني. يعني هسه اذا اقول لك differentiation between simple carb and complex carb راح تقول لي اول شيء يختلفون بالكيميكال ستراكشر. هاي الكيميكال ستراكشر طبعا هي نقطه يعني شلون مشتركه بين الاثنين، وتشرح التكمله اللي وياها. ترجع تقول لي السمبل كارب هو يسموه باد، وتقول لي الكومبلكس يسموه جود. السمبل كارب يسموه باد ليش؟ لانه ريليز شكر فاستر، اند ذات از ميد اوف، يتكون من ريفايند اند بروسيس شكر، بين قوسين قلنا السكروز اللي هو هذا السكروز قلنا على الاضرار اللي راح تسويها للجسم. وايل الكومبلكس از ريليز الانرجي از فيري سلولي. اند هاي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه انه السمبل كارب دو نوت كونتين اني فيتامين مينيرال اور انذر نيوترينت، وايل الكومبلكس راح يحتوي على فاريشن اوف نيوترينت. النقاط اللي بعدها الخامسه والسادسه والسابعه راح نشوفها بالديفرنتيشن بتوين ذيم بهذا الدايجرام. يعني شلون راح نشوف هنا بيها لو فايبرز، هنا بيها هاي ان فايبرز، هنا راح نشوف بيها هاي الكالوريز، هنا بالكومبلكس راح نشوف بيها لو كالوريز. فراح نشوف هنا الديفرنتيشن بتوين ذيم مبينه. يعني السمبل بيها لو ان نيوترينت، الكومبلكس بيها هاي ان نيوترينت. السمبل بها هاي ان كيلو جولز، ديتش بها لو نيد ان كيلو جولز. بالنسبه الى السمبل بها هاي ان ساتوريتد فود، بعد قد بها اضرار. الكومبلكس بها لو ان ساتوريتد فود. السمبل بها لو ان فايبرز، الكومبلكس بها هاي ان ناتشرال فايبرز. السمبل بها مثل ما قلنا بها ريفايند شوجر وعددناها وحكيناها، والكومبلكس بها فري شوجر اللي موجوده بالجرينز مرات نشوفها بالحبوب. هذا الجدول اثناء ما تطو شو العرض مالتكم على اللابتوب او على الموبايل راح تشوفون بهاي النقاط كلها اللي عددتها موجوده بهذا الدايجرام، والبقيه اكملها من السلايد اللي سابق اللي قبله اللي شرحت فيه بالتفصيل عن السمبل وعن الكومبلكس. بليز اريد النقاط كلها تتعدد اذا اقول لك differentiation between them كلها، فقط اكو نقطه واحده مشتركه بين الذيم اللي هو اقدر اميز بيناتهم بالكيميكال ستراكشر. فرجاء ركز اثناء الاجابه.